أولا نحيي هذه المبادرة اللي قامت بها جميع الجاموس اللي هنا في المغرب من ضمنها الوكالة المبادرة والتنمية البشرية اللي كاين هنا في اعلامية بالعرائش كان أنا بيك أوتخ ديجازونس اللي كاين في المغرب ففكرة ممتازة اللي كتشجع الشعوب أن تحول لهم هذا يستفدوا من حامل من المشاريع طبعا من نحيي جلالة الملك على المبادرة اللي قام بها صالح الشباب فبصفتي أنا يعني حامل المشروع ديال المشروع اللي غنقوم به إن شاء الله فدوزت من عدة خطوات وبغيت نوصل لهذه الرسالة اللي يستفدوا منها الآخرين فهذه فكرة ممتازة يعني لجميع المواطنين أنهم يفوزوا بهذه المبادرة هذه فخسر شوية ديال الجهد والمثابرة وغتكون واحد النتيجة إن شاء الله. بصفتي حامل المشروع ديال المشروع ديال اون جينيرال هذا سناك كافي فقمت بهذه الخطوات اللي نقدر نفيد بها الساكنة أو المواطن المغربي بصفة عامة وكنحيي جلالة الملك هذا المبادرة اللي قام بها صالح الشباب. طبعا كنحيي عامل الكلية اللي استقطب هذا باقي ديجازونس الكلية باش يشجعوا أكثر على الشباب من أجل فرص الشغل. فالخطوات اللي غيمروا منها أو الرأي ديالي من هاد المبادرة فهي فكرة ممتازة يعني كتشجع الشباب العاطلين على الشغل. فمن حيث يعني كاين عدة مؤسسات ومبادرات اللي كتخول لهم أنهم يكونوا عندهم واحد ميبقاوش يعني شوماج يعني يتحركوا ويشتغلوا فكل شيء موفر لهم. اللي كاين هو أنه يعني على المواطن أو الشاب المغربي كل ما عليه هو أنه يفكر فكرة المشروع اللي هي أساسية ومن بعد هذه الفكرة ديال المشروع كيشوف يعني اللوكال المقر اللي غادي يدير فيه هذه الفكرة ديال المشروع. ثالثا أنه كيشوف يعني المؤسسة اللي غادي تناسبه باش ياخذ معها القرض أو الدعم أو الهبة اللي يقدر يستفيد منها. وطبعا كل مؤسسة عندها القانون الأساسي ديالها. ف يعني أنا كحامل مشروع نشوف كنتمنى الله يوفقني أنني نستفد مع الكريدي. فكرة ممتازة كنحيي جلالة الملك الله ينصرو لهاد المبادرة اللي قام بها. كنشجع الشباب أكيد على هاد يعني باش يتسموا يتحركوا ويحاربوا الكلاس والشوماج وكلشي وهادشي اللي كاين وشكرا. بالنسبة للقاء ديال اليوم يعني بالنسبة لك داك حامل المشروع يعني شنو هو التقييم ديالك؟ التقييم ديالي لهاد طبعا كنشوف انه واحد يعني كنوجه رسالة شكر وتحية لعميد الكلية اللي كنظن انه يعني قام باستقطاب هاد المؤسسات الفضاء والكلية متعددة التخصصات في مدينة العرائش. فا يعني التقييم كان يعني في مستوى كاع ديجاسونس كاين الحضور كان ممتاز يعني الفكرة كانت واضحة صورة شاملة يعني للشباب كنشوف أنه كان حضور قوي يعني تبارك الله اليوم كاملين جميعا.